كنا أطياف من مواطنين وشباب وشعب ومجاهدين وهذا ابطال جبهة التحرير الوطني ذكورا وإناثا. نرميوه؟ لا، أنا تمنيت لو الجلسة هذه تكون جلسة تاع الصلح. صحينا ومشنا راجعين على مطلبنا، وإذا كان اقتضت الأمر وشايف روحك أنك طلعت بالقوة تتنحى إلا بالقوة، رايحين نذهبوا للتصعيد، ويمكن قوة أكثر حتى من القوة اللي طلعت بها أنت. إذن من خلالكم مرة أخرى باش ما نمشيوش، الأمور ما هيش مقبولة، وفي رحابكم ندعوه أنه ينعل إبليس وما يقدرش يتشبت بمنصب ويخلي البلاد إذا كان وطني. احنا اللي رانا ندعيه اليوم للحوار ودعمنا قيادة المؤسسة العسكرية لما طلبت الحوار.